بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة عن الجهاز المناعي. طبعا يهم كل أسرة، يهم كل أم، يهم كل أب إن هو يبقى عارف الجهاز المناعي لطفله بيتكون إزاي، بيشتغل إزاي، إزاي بيحارب الأمراض، وإزاي بيقي الجسم من الأمراض، ولو في حاجة يقدر يعملها بحيث إن هو يقدر يمنع الأمراض من إنها تصيب طفله، وإن هو يحسن وظيفة الجهاز المناعي بشكل كتير قوي. بنسمع الاكل الفلاني بيحسن المناعه، الاكل الفلاني بيقلل المناعه، التصرف الفلاني بيحسن المناعه، التصرف كذا بيقلل المناعه. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هو ده ان شاء الله موضوع حلقتنا النهارده. عشان خاطر نفهم الكلام دوت لازم في الاول نعرف تركيب الجهاز المناعي. الجهاز المناعي للبني ادم عباره عن جزئين، جزء عام وجزء متخصص. يعني ايه الكلام دوت؟ الطفل بيتولد، اول ما بيتولد ما يعرفش اي حاجه خالص عن الدنيا. طب هيقاوم الامراض ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى غلفه بالجلد والانسجه المخاطيه، الجلد الخلايا بتاعته مترابطه وعليه طبقه قرنيه بتمنع اختراق الاجسام الضاره سواء كانت بكتيريا او فيروسات او فطريات او حتى سموم من ان هي تدخل جسمه. تاني حاجه الانسجه المخاطيه اللي بتغلف العينين وبتغلف الفم والانف والجهاز البولي والتناسلي والجهاز الهضمي. الانسجه ديت برضو الخلايا بتاعتها مترابطه بشكل قوي يمنع الاجسام الغريبه انها تغزو الجسم، غير انها كمان عليها سوائل. السوائل ديت بتغسل الانسجه ديت بشكل يعني بشكل مستمر على طول، بحيث ان البكتيريا والفيروسات ما تتراكمش عليها وتتكاثر. الحاجه الثانيه ساعات بيكون فيها انزيمات ومواد هضمه بتهضم البكتيريا والفيروسات والفطريات. كمان درجه الحموضه والقلويه بتاعه الانسجه بتبقى في الغالب غير مناسبة لنمو الكائنات الضارة. طيب هل الطفل بيتولد بالجهاز المناعي بتاعه مكتمل؟ الحقيقة لا، الجلد بتاع الأطفال بيكون ضعيف ولسه الطبقة القرنية بتاعته ضعيفة جدا ولسه عدد الخلايا بتاعتها صغير، وعلى بال ما يوصل لدرجة الاكتمال مش أقل من 7-8 شهور على بال ما يكتمل. دي حاجة. الحاجة التانية الخلايا بتاعت الطفل لسه مش ناضجة بالدرجة الكافية انها تقاوم الامراض. الحاجه كمان الطفل يعني الرضاعه الطبيعيه دي حاجه مهمه جدا بناكد عليها لكل الطفل. طيب ايه كمان بيحسن، ايه كمان بيتركب منه الجهاز المناعي؟ الجهاز المناعي زي ما قلنا عباره عن جزء فطري وجزء مكتسب. ايه هو الجزء المكتسب؟ الجزء المكتسب ده بيتكون لما الطفل بيبدا يتعرض للبيئه الخارجيه، يقوم جسمه يكون لها اجسام مضاده. طبعا الحكايه دي بتاخد وقت، وزي ما احنا شايفين في الصوره بتاعه الاجسام المناعيه، الطفل اول ما بيتولد بيبقى افرازه من الاجسام المناعيه تقريبا مفيش خالص، وبعد كده بيبدا الاجسام المناعيه اللي هي موجوده في جسمه اللي هي الدرجه العاليه جدا اللي هي واخده البيك ديت الاجسام المناعيه اللي مكتسبه من الام في خلال اشهر الحمل الاخيره، تبدأ الأجسام المناعية ديت في التناقص لحد ما توصل لمستوى قليل جدا عند 6 شهور وتستمر معاه لحد السنة. لكن في خلال الأشهر الأولانية ديت يبدأ جسمه يفرز الأجسام المناعية الطبيعية بتاعته وهو. طب بيفرزها بداية من إيه؟ بداية من ساعة الولادة. اعتمادا على إيه؟ اعتمادا على تعرضه للمثيرات الخارجية. طيب هل ده يكفي لأن الطفل يبقى يعني خلاص كده محصن أو ممنع؟ بدرجة ما لكن مش بدرجة كافية. طيب هنعمل ايه؟ الحقيقة ان احنا ده بيدلنا بيخلينا نقول هنعمل ايه عشان خاطر ان احنا نحافظ على طفلنا بعيد عن الاصابة بالامراض. اول حاجة زي ما احنا شفنا في الصورة الاجسام المناعية المكتسبة من الام دي بتكتسب في اخر فترات الحمل، يعني في اخر 3 شهور. يبقى اذا كل ما الطفل قعد في بطن مامته فترة طويلة ده بالنسبة لنا حاجة مهمة، لأن هو يعني إيه يبقى عنده أجسام مناعية كتيرة تقاوم الأمراض. الأجسام المناعية دي بيكتسبها من إيه؟ بيكتسبها من والدته على حسب الأمراض اللي والدته معرضة ليها. طب لازم والدة الطفل تعرض للأمراض علشان خاطر الطفل يكتسب المناعة؟ صحيح، لازم الأم تتعرض، مش شرط بقى للأمراض، ممكن الأمراض وممكن التطعيمات اللي بتتعطى على حسب يعني جداول معينة الطبيب بيقولها للأم الحامل، بحيث إن الأجسام المناعية في جسمها تبقى عالية بدرجة كافية إنها تنزل للطفل جوه عن طريق المشيمة والحبل السري، يوصلوا لجسمه بتركيزات تديله وقاية من الأمراض ديت في خلال 6 شهور الأولى.
زي ايه؟ زي شلل الاطفال، وزي السعال الديكي، وزي الانفلونزا. طيب بعد ما الطفل بيتولد، زي ما قلنا ان لسه الانسجه بتاعته مش مكتمله ومش قادره على انها تقاوم الامراض، طب ياخد ايه؟ يبدا يرضع من والدته الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه بتدي للطفل اول حاجه غذاء امن غير ملوث، يبقى انا كده ضمنت ان الطفل مش متعرض للامراض، مش متعرض للامراض اصلا. دي نمره واحد. نمرة اتنين، الرضاعة الطبيعية فيها أجسام مناعية بتغلف الجهاز الهضمي بتاع الطفل وبتخليه محصن ضد معظم الأمراض الهضمية زي النزلات المعوية والإسهال والأنفلونزا والالتهابات الرئوية والتهابات الأذن الوسطى. طب إيه كمان رضاعة في الرضاعة الطبيعية؟ الرضاعة الطبيعية فيها مواد محفزة لنمو البكتيريا النافعة اللي بتعيش جوه الجهاز الهضمي للطفل، وتساعد على انها تقاوم البكتيريا الضاره اللي ممكن تدخل الطفل عن طريق البيئه المحيطه بيه. الرضاعه الطبيعيه احنا بننصح كل الناس انها تستمر وتبقى رضاعه طبيعيه حصريه لمده 6 شهور. في الست شهور دولت اللي احنا زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت، ان هي عقبال ما الطفل يبدا يكون اجسام مناعيه خاصه بيه ويبدا يتعرف على الاجسام المضاده. طيب بعد ما الطفل بيكمل 6 شهور، يكون جسمه بدأ ياخد يعني بدأ الجهاز المناعي بتاعه في النضج، والمرحلة دي بتفضل تستمر لحد ما الطفل يكمل 4 سنين. يبقى إذن الجهاز المناعي بتاع طفلي غير ناضج لمدة 4 سنين. في ال4 سنين دولت بنحافظ على الطفل بعيدا عن الأماكن المختلطة. يعني إيه الأماكن المختلطة؟ يعني فيها ناس غريبة عن الطفل، ناس مش متعود عليها. من كل واحد فينا عايش على بقه ومناخيره وعلى جلده بكتيريا قد تكون مش مضره بالنسبه له، لكنها لو اتنقلت للطفل الصغير ممكن تعمل له مشكله خطيره جدا. يعني لو نقدر قدر الامكان ان احنا ما نوديش الطفل حضانه، ده يكون افضل كتير جدا لحد ما الطفل يكمل 6 شهور. لحد ما الطفل يكمل يكمل 4 سنين. طب قبل 4 سنين لو كنا مضطرين، يبقى احنا بقدر الامكان بنحافظ على النظافه. النظافه اللي هي ايه؟ نظافه ايدينا، نظافة البق، نظافة السنان، نظافة الفم، نظافة الأنف، نظافة المكان طبعا اللي احنا قاعدين فيه والتهوية الجيدة. تاني حاجة التغذية المتوازنة. التغذية المتوازنة بتمد الجسم بمختلف العناصر الغذائية اللي الطفل بيحتاجها. يعني ايه؟ بتمده بالبروتينات، والبروتينات دي هي المكون الأساسي للأجسام المضادة وللخلايا المناعية، كذلك برضو المعادن والفيتامينات زي الحديد والزنك والنحاس وبعض العناصر التانية الموليبيدينيوم والسيلينيوم، وديت مهمة جدا في تكوين الأجسام المناعية وفي إبادة البكتيريا وفقتلها والفيروسات بشكل عام. بتساعد كمان الفيتامينات زي الفيتامين د والفيتامين سي وحمض الفوليك على تقاصر الخلايا وانقسامها، وده بيدي مساحة أكبر للجهاز المناعي إنه يشتغل بشكل أحسن. حاجة بقى مهمة جدا في غاية الأهمية، ان احنا عندنا كتير من الامراض الخطيره من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان لها تطعيمات. وجدول التطعيمات زي ما انتم شايفينه في الصوره، بيبدا من ساعه ما الطفل بيتولد. اول ما الطفل بيتولد بياخد تطعيم بالفم اللي هو تطعيم ضد شلل الاطفال، وبياخد تطعيم الكبدي الوبائي، بياخد تطعيم الضرن، ودي بتبقى حقنه في الكتف. اول ما الطفل بيكمل 2 شهر بياخد تطعيم الخماسي اللي هو بياخد الهيموفيلس انفلونزا، وده لسه جديد. بياخد تطعيم التهاب الكبدي الفيروسي به، بياخد تطعيم الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وبياخد جرعه اضافيه من تطعيم شلل الاطفال نقطتين في الفم. والحكايه دي بتتكرر في 2 وفي 4 شهور وفي 6 شهور، وبياخد منها جرعه منشطه عند 8 شهور. طيب عند سن 9 شهور الطفل بياخد جرعه من فيتامين الف، جرعه كبيره من فيتامين الف، وعند سن سنه بياخد جرعه من تطعيم الام ام ار اللي بيدي وقايه للطفل ضد الحصبه والحصبه الالماني وابو اللوكيم اللي هو الغده النكافيه، ودي جرعه منشطه بتاعتها بتتاخد عند سن ال 18 شهر مع الجرعه المنشطه بتاعه الخماسي. هل هي ديت كل التطعيمات اللي الطفل محتاجها؟ الحقيقه ديت معظم الامراض الخطيره اللي بتصيب الاطفال، لكن احنا بننصح كمان لما يكون الاسره تقدر انها توفر التطعيمات ديت، هي غاليه شويه صحيح للاطفال، انهم ياخدوا تطعيم ضد المكور الرئوي، وده بيتاخد في زي التطعيمات العاديه في 2 و4 و6 وجرعه منشطه عند 18،
وتطعيم ضد ميكروب الاسهال اللي هو الروتا، وده بيتاخد في منه جرعتين وفي منه 3 جرعات على حسب المتاح، ومالهوش جرعات منشطه. ولما الطفل بيكمل سنه بياخد تطعيم، ممكن ياخد تطعيم ضد الجديري المائي وضد الالتهاب الكبدي الوبائي الف، وديت لها جرعه منشطه عند سن 4 5 سنين. ولما يكمل سنتين بياخد تطعيم ضد الالتهاب السحائي. التطعيمات دي بتشتغل ازاي؟ حاجه مهمه جدا عشان خاطر الاسره تبقى فاهمه ايه الفرق ما بين التطعيم وما بين المصل. لان كتير جدا بيقول انا خدت مصل الانفلونزا، انا خدت مصل الكلب، انا خدت مصل كذا. الحقيقه ديت مش امصال، ديت تطعيمات. ايه الفرق بقى بين التطعيم وبين المصل؟ المصل ده عباره عن اجسام مضاده بتستخلص من بني ادم سليم، يعني بني ادم عادي طبيعي بيديله تطعيم بجرعه متتاليه، جرعات كبيره، بحيث ان جسمه يكون تركيز عالي من الاجسام المناعيه للمرض ده. قد يكون مثلا الالتهاب الكبدي به مثلا، او الجديري، او انا واخد من الشخص السليم دوت اخد البلازما بتاعته وافصلها بطريقه معينه بحيث ان اطلع منها الاجسام المضاده ضد المرض ده، واخزنها بتركيز عالي وديها لبني ادم لما يتعرض لها للمرض بشكل مكثف او شكل خطير. يعني ايه؟ طفل مثلا اتولد وامه مصابه بالالتهاب الكبدي به، ده بياخد جرعه من المصل، بقى مش التطعيم بتاع الالتهاب الكبدي به ساعه الولاده. واحد طفل لسه رضيع وتعرض لطفل مصاب بالجديري، ده بياخد مصل مش تطعيم ضد الجديري، وبعدين يبقى ياخد تطعيم الجديري ان شاء الله بعد كده. المصل ده بيعمل ايه؟ المصل ده اجسام مضاده جاهزه بتدخل على الميكروب اللي دخل الجسم وبتقتله من غير تدخل من الجسم. امال التطعيم بيشتغل ازاي؟ زي ما احنا فاكرين في الاول قلنا ان في عندنا جهاز فطري، جهاز طبيعي، جهاز مناعه طبيعي وجهاز مناعه مكتسب. جهاز المناعه الطبيعي ده عام بيقي الجسم ضد الامراض بشكل عام، اما جهاز المناعه المكتسب فده بيشتغل بشكل متخصص وبيعتمد على التعرض للمسبب للمرض. صحيح ممكن الواحد يتعرض للمرض نفسه او ممكن يتعرض لجزء منه زي ما بيحصل في معظم التطعيمات. بنيجي في المعمل وبناخد البكتيريا وبنكسرها وبناخد منها الاجزاء المعرفه، يعني الحاجات اللي عليها زي ما نقول مثلا كده بصمه البكتيريا او بصمه الفيروس. وبتتركز في شكل مثلا حقنه او نقط، او ممكن ناخد البكتيريا ديت او الفيروس ونخليه نديله مواد تضعفه تخليه ضعيف جدا ما يقدرش يسبب مرض، ونديه للطفل في شكل حي ولكنه ضعيف. يحصل ايه؟ الفيروس ده او البكتيريا يدخل الجسم، تقوم الخلايا الاكوله تاخده جواها وتروح تهضمه وتطلع الاجزاء المعرفه منه على سطحها. تيجي الخلايا الليمفاويه، الخلايا الليمفاويه ديت تروح تتعرف عليه عن طريق الخلايا الاكوله زي ما قلنا، تاخده وتطلعه على سطحها. الخلايا الليمفاويه تعرف شكله وتاخد البصمه بتاعته وتبدا تكون له خلايا ذاكره. خلايا الذاكره دي بتقعد في الجسم طول العمر، بحيث ان الواحد لو اتعرض للمرض في اي وقت من الاوقات يبقى جسمه بقى مش هيستنى لحد ما يقول ده انا دخلت الميكروب الفلاني، ده شكله كذا، ده الاجسام المضاده بتاعته كذا. لا، ده انا عارفه من الاول، وفي ظرف ساعات قليله يكون بدا الجسم الخلايا الذاكره دي تتكاثر بسرعه كبيره وتبدا تنتج الاجسام المضاده بشكل بقى متخصص مش بشكل عام. يعني مش بتحارب امياني، لا، دي بتحارب حاجه هي عارفاها، وطبعا بالتاكيد ده بيديني رد فعل مناعي احسن كتير جدا من اني اكون ما عرفتش الحاجه دي. وده اللي بيخلينا الحقيقه ناكد ونقول تاني التطعيمات مهمه جدا، وكل تطعيم نقدر نديه لطفلنا سواء كان عن طريق برامج التطعيم الحكوميه او برامج التطعيم الخاصه، طالما ان مفيش مانع حسب ما بيقول الدكتور، ان طبعا مش كل الاطفال ينفعوا ياخدوا كل التطعيمات، يبقى لازم نديه لطفلنا على حسب ما قلنا. طيب، في حاجات تانية نقدر نعملها بحيث انها تزود او تحسن المناعة بتاعة الطفل. قلنا ان احنا في الاول خالص لازم نساعد الجهاز المناعي، معيش في بيئة ملوثة واتعرض للامراض بشكل كتير واقول ان الجهاز المناعي بتاعي ضعيف. لا، دي يعني معظم الاطفال الحقيقة اللي بتجيلهم عدوى متكررة بيكون سببها انهم بيتعرضوا للاصابة بالامراض بشكل كتير، مش انهم عندهم ضعف في الجهاز المناعي. يبقى نمرة واحد قلنا الاهتمام بالجلد، ان انا اغسل ايدي على طول، اي جرح او خدش في الجلد لازم اعالجه بشكل كويس واقفله لحد ما يلتئم بشكل كويس. نظافه الفم ونظافه الانف
ونظافه الجهاز البولي والتناسلي حاجه مهمه جدا بشجع الناس كلها عليها، بس طبعا الاستجابه لها بتبقى للاسف يعني مش عارف ليه مش كويسه. بنقول للناس تمارس الرياضه. الرياضه بتعمل ايه؟ الرياضه عموما بتحسن وظائف الجسم كله، وبترفع اداء اجزاء الجسم المختلفه واعضائه المختلفه بشكل عام. طب في الجهاز المناعي الرياضه بتعمل ايه؟ الرياضه بتحرك الدوره الليمفاويه، والدوره الليمفاويه دي ماشيه جنب لجنب مع الدوره الدمويه في كل اعضاء الجسم. اول ما الواحد يبدا يمارس الرياضه والعضلات بتاعته تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط، تبدا الاوعيه الليمفاويه دي تنقبض معاها، وتحرك السائل الليمفاوي اللي هو فيه الخلايا الليمفاويه المسؤوله بشكل كبير عن المناعه، واللي فيها خلايا الذاكره اللي احنا قلنا عليها انها تتحرك جوه الجسم بشكل كويس وتخلصه من البكتيريا والسم. حاجه كمان مهمه جدا ان احنا نتجنب التوتر والقلق. التوتر والقلق بيعملوا حاجه في المناعه؟ بيعملوا، لان الجسم لما بيكون فيه حاله من التوتر والقلق بتبدا يفرز هرمونات. الهرمونات دي بتبقى ليها تاثير سلبي على الجهاز المناعي، بتخبط الخلايا المناعيه وبتخبط رده الفعل المناعيه، بتخليها اقل من الطبيعي. طيب نيجي للسؤال الثاني، السؤال الاساسي اللي احنا كل الناس بيقولوه، الاكل الفلاني هل هو بيحسن المناعه ولا ما بيحسنهاش؟ بعض الناس يقول لك انا لما بدي طفلي كل يوم معلقه عسل، يقول لك بدي له معلقه عسل بحبه البركه، طب بدي له فص ثوم على الريق، طب اعمل له طماطم بالبصل. طب الحاجات دي كلها يعني حاجات تراثيه لم يثبت بشكل علمي انها بتحسن الجهاز المناعي او بتزود رده الفعل المناعيه ضد الامراض. امال ايه؟ احنا بناكد ونقول التغذيه المتوازنه. والتغذيه المتوازنه يعني الطفل بياخد كل العناصر الغذائيه، المجموعات الغذائيه الاربعه اللي هي البروتينات الحيوانيه، اللحوم والفراخ والاسماك واللبن والجبنه والبيض، الحبوب زي الرز والشعير والقمح، الرز والشعير والقمح والذره، البقول زي الفول والعدس والفاصوليا والبسله، والخضروات والفاكهه سواء كانت طازجه او بشكل مسلوق ومهروس لو كان الطفل مش بيقدر ياكل الحاجه الطازجه، او بشكل عصير. الحقيقه لما الجسم بياخد التغذيه بشكل متوازن بيكون العناصر الغذائيه او العناصر الاساسيه لتكوين اجزاء الجهاز المناعي متوفره للجسم، بحيث ان هو يقدر وقت الحاجه ان هو يعني مش هيبقى عنده نقص في الموارد الاساسيه لتكوين الخلايا المناعيه او لتكوين الاجسام المضاده او تكوين حتى الاغشيه والحاجات الواقيات الاساسيه بتاعت الجسم زي الجلد والانسجه المخاطيه، مش هيبقى عنده نقص فيها، وبالتالي هيدينا رده فعل مناعيه احسن كتير جدا من الطفل اللي عنده مشاكل في التغذيه. طيب هل التطعيمات ديت او هل التطعيمات زي ما احنا قلنا ليها مشاكل حقيقه عند معظم الاطفال؟ لا، ممكن التطعيم يخلي الطفل يسخن شويه، ممكن الطفل يجي له حبه اسهال صغيرين زي تطعيم مثلا شلل الاطفال او تطعيم الروتا، ممكن الطفل التطعيم يورم مكانه، يورم ممكن يوجع الطفل زي تطعيم الثلاثي او تطعيم دلوقتي الخماسي، ممكن يعمل حاجه شبيهه بالمرض زي مثلا تطعيم الجديري، ممكن يعمل صوره بسيطه من الجديري عند الاطفال، يعني حاجه يعني بتاخد ساعات قليله وبتروح لوحدها من غير حتى اي تدخل ولا علاج. لكن بعض الاطفال بيحصل لهم تفاعلات صعبه مع التطعيمات. هل بعض دول كتار؟ الحقيقه لا، تقريبا نسبتهم من 1 لـ2 في المليون، يعني تقريبا الرقم مش موجود. والاعراض ديت ليها يعني ليها تدخل وليها علاج، ولو حصلت لازم ان احنا ناكد على الطفل لما يجي ياخد التطعيم مره تانية، ناكد على الدكتور في مركز الصحه او في الدكتور في العياده الخاصه لو كنا بناخد تطعيماتنا في مكان خاص، ان احنا حصل لنا تفاعل مع التطعيم الفلاني، بحيث ان هو لو ان عندنا بديل له نقدر ناخده، بديل امن نقدر ناخده، او لو ان احنا نقدر ناجل التطعيم لحد سن ما، او ان احنا ناخد بدل التطعيم ناخد زي ما قلنا ايه، ناخد المصل لو تعرضنا للموقف. هل ده داعي لان احنا مثلا ناجل التطعيمات بتاعه الطفل او ما ناخدهاش او نخاف؟ بصراحه لا، لان المخاطره من التعرض للمرض اكتر بكتير قوي من ان احنا نتعرض للمخاطره بتاعه التطعيم. وعارفين ان التطعيمات
يعني امراض خطيره، بتدي وقايه ضد امراض خطيره جدا ممكن لا قدر الله تسبب يعني امراض شديده، او احيانا تسبب الوفاه او تسبب اعاقه للطفل لا قدر الله. امال الاطفال اللي عندهم بقى نقص في المناعه، الاطفال اللي عندهم نقص في المناعه دول ايه؟ الحقيقه دول مجموعه قليله جدا من الاطفال بيتولدوا بنقص في المناعه، يعني عندهم جزء من المكونات المناعيه زي ما قلنا، سواء كانت المكونات المناعيه الفطريه او المكونات المناعيه المكتسبه، الجزء ده بيبقى مش موجود. يعني ايه؟ طفل عنده جزء من الجلد مش متكون، طبقه من الجلد ضعيفه، او الانسجه المخاطيه بتاعته مش قادره انها تقاوم ضد الامراض، يبقى إيه؟ او الطفل يكون عنده الجزء في المناعه المكتسبه مش شغال بشكل كويس، يعني افراز الاجسام المناعيه عنده قليل او مش موجود، او جزء معين من الاجسام المناعيه يعني مش موجود. الاطفال دول بيبقى اعراضهم ايه؟ الاطفال دول بيبقى اعراضهم ان بيحصل لهم عدوى متكرره شديده. طيب زي ما قلنا من قبل، هل كل الاطفال اللي بيجي لهم عدوى متكرره دول عندهم نقص في المناعه؟ الحقيقه لا، معظم الاطفال اللي بيجي لهم عدوى متكرره بتكون بسبب انهم بيتعرضوا للامراض بشكل اكبر. اما الاطفال دول اللي عندهم نقص في المناعه دول بيبقى شكلهم ايه؟ دول بيبقى عندهم يعني دور البرد مثلا العادي يحصل معاه التهاب رئوي ويدخل المستشفى، دور الاسهال العادي اللي بيجي في الاطفال مثلا ياخد معاه يوم ولا يومين، لا ده بيقعد معاهم بالشهر وبالشهرين ويدخلهم المستشفى ونحتاج ناخد محاليل وادويه في الوريد وكده وشغلانه حاجه صعبه قوي. الاطفال دول بيبقى عندهم ضعف في النمو، معظمهم او كلهم تقريبا بيبقى عندهم النمو بتاعهم بيبقى ضعيف. الاطفال دول بيجي لهم امراض غريبه، يعني تلاقي مثلا واحد طفل جاله خراج في الرئه وخراج في الكبد، طفل جاله دمامل ماليه الجسم كله، طفل جاله عدوى تنفسيه عاديه زي ما تيجي في الاطفال، لا دي جات له بشكل شديد دخلته المستشفى. طب الاطفال دول بنعمل معاهم ايه؟ في الاول لازم نكتشفهم من بدري. نكتشفهم من بدري عن طريق التاريخ المرضي للاسره، يعني احنا بنسال الطفل، بنسال اسره الطفل، هل في حد من الاطفال من اخواته مثلا او اولاد اخواته او قرايبه اولاد عمامه اولاد اخواله والجدود والعمام والاخوال، حد فيهم عنده مشكله؟ حد فيهم عنده مشكله مناعيه؟ حد كان عنده عدوى شديده دخلته المستشفى؟ حد عنده عدوى شديده سببت لا قدر الله الوفاه؟ في حد عنده مشكله؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معنا اتصال، اتفضل. الو. اتفضلي يا ام منى، اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي يا ام منى. ايوه دكتور. اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. انا عندي بنت عندها 5 سنين، انا عندي بنت عندها 5 سنين وضعيفه جدا يا دكتور. اتفضلي. طيب عندها 5 سنين ضعيفه، تقصدي ايه ضعيفه يعني؟ جهاز المناعه بتاعها ضعيف قوي قوي. يعني ضعيفه يعني حضرتك حددي، يعني بيحصل لها مثلا عدوى شديده، بيحصل لها عضلات، اكلها ضعيف قوي قوي. اكلها ضعيف. اكلها وزنها كم كيلو؟ ايه؟ وزنها كم كيلو؟ 9 كيلو دكتور. لا 9 كيلو. 9 كيلو قليل جدا. طيب بصي حضرتك ممكن تجيبيها لنا في عياده متابعه الجهاز الهضمي في مستشفى الحسين الجامعي يوم الاحد الساعه 9 الصبح، واحنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني هنشوفها ونعمل لها اللازم كله. اتفضل نطلع فاصل. هنطلع فاصل يا فندم، اتفضل. قناة الصحة والجمال، لون جديد للحياة. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة
على 94-172 هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. عايز تعرف نتيجتك في سنة أولى أو تانية إعدادي قبل ظهورها في المدارس تحت إشراف محافظة القاهرة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، اتصل من أي خط أرضي على 09000316. اتصل اطمن وطمن أهلك وحبيبك، اتصل بينا حالا ودخل بياناتك واعرف نتيجتك قبل ظهورها في المدارس. هذه الخدمة متوفرة لطلاب محافظة القاهرة فقط. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. قناة الصحة والجمال، لون جديد للحياة. رجعنا لكم تاني، اهلا بيكم. بنفكركم بالجزء الكلام اللي قلناه في الجزء الاول من الحلقه بتاعتنا. احنا عندنا الجهاز المناعي عباره عن جزئين، جزء فطري يعني البني ادم مولود بيه، عباره عن الجلد والافرازات اللي على الجلد زي العرق والافرازات الدهنيه، الاغشيه المخاطيه الموجوده على العينين والفم والانف والجهاز الهضمي والجهاز البولي والتناسلي، خلايا الدم البيضه الغير متخصصه، وقلنا الرضاعة الطبيعية والأجسام المناعية اللي الطفل بيكتسبها من الأم أثناء فترة الحمل. والجزء الثاني هو الجزء المكتسب. الجزء المكتسب ده زي ما قلنا نقوله خاصيتين، الخاصية الأولى إن هو متخصص. يعني إيه؟ يعني بيدي وقاية ضد حاجة معينة، مش بيدي وقاية يعني لما بدي الطفل مثلا تطعيم ضد الحصبة ما بيدلوش وقاية ضد أمراض تانية. الحاجة التانية اللي بتميز بيها هي وجود خلايا الذاكرة، وزي ما قلنا ان دي بتبقى موجودة في مع البني ادم طول عمره. الجزئين بيتكاملوا مع بعض ويتفاعلوا مع بعض بشكل معقد وذكي جدا 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 عشان خاطر يديني حياة صحية امنة. قلنا ان تحسين الجهاز المناعي بيبدأ بان احنا العناية بالام اثناء الحمل، تطعيمات بتاعت الام اثناء الحمل، تغذية جيدة للأم أثناء الحمل. الحمل يكتمل لمدة 9 شهور كاملين، رضاعة طبيعية الحصرية لمدة 6 شهور، وبعدين نبدأ ندخل الأكل للطفل بشكل متوازن وبشكل يعني فعال بشكل جيد. الحاجة التانية قلنا إن احنا نهتم بالنظافة العامة والنظافة الشخصية وعدم الاختلاط والتعرض للناس المصابين بالعدوى، ممارسة الرياضة، تجنب التوتر والقلق، وقلنا ان احنا ندي التطعيمات للطفل سواء كانت التطعيمات الحكوميه، ودي الحقيقه يعني فيها معظم الامراض الخطيره، والتطعيمات الاضافيه الموجوده في الاماكن الخاصه لو نقدر نديها. تعرضنا لمرض نقص المناعه، وقلنا ان الاطفال اللي عندهم نقص مناعه دول مش مجرد انهم بيجي لهم عدوى بشكل كتير، لا، بيجي لهم عدوى خطيره جدا يعني بتسبب يعني اصابات شديده جدا في الجسم، بتحتاج العلاج في المستشفى بالادويه الوريديه، بيبقى عندهم هزال وضعف عام في الجسم،
دول الحقيقة يعني عددهم قليل جدا يعني، لكن بيحتاجوا عناية خاصة من ناس متخصصين في أمراض المناعة. طيب الجهاز المناعي ده بيدي يعني بيدي وقاية للجسم من الأمراض يعني من العدوى بس؟ الحقيقة لا، الجهاز المناعي ليه وظائف تانية كتير. الجهاز المناعي بيتلف أو يعني بيموت الخلايا التالفة من الجسم أو الخلايا الهرمة اللي هي بتوصل لدرجة معينة إن هي مش قادرة تأدي الوظيفة بتاعتها. الجهاز المناعي من وظيفته إن هو يموت الخلايا ديت ويتخلص منها ويهضمها بحيث إن الجسم يستفيد من مكوناتها الأساسية وما تبقاش موجودة بشكل يعيق الوظيفة بتاعة الجسم. حاجة تانية مهمة إن الجهاز المناعي بيحافظ على الجسم ضد الوقاية من الأورام، سواء كانت الأورام الحميدة أو الأورام الخبيثة. الأورام دي عبارة عن خلايا من الجسم، خلايا عادية حصل لها تغير في المادة الوراثية خلاها تنشط وتتكاثر بشكل مش طبيعي. الجهاز المناعي أول ما بيتعرف على الخلية دي عن طريق تغير في السطح الخارجي بتاعها بيعتبرها إنها خلايا غريبة عن الجسم وبيبدأ يهاجمها بنوع من الخلايا اسمها الخلايا القاتلة. الخلايا القاتلة بتتطبط بالخلايا الورمية أو الخلايا السرطانية وتبدأ تفرز عليها إنزيمات هاضمة تموتها قبل ما يعني تتكاثر، والحكاية دي بتحصل معانا بشكل مستمر من ساعة الولادة. لما الجهاز المناعي ده يعني بيضعف عن مقاومة الأورام أو لا قدر الله النشاط الورمي بيكون زيادة شوية بتحصل الأورام سواء كانت الحميدة أو الخبيثة. طيب الجهاز المناعي ساعات كمان بيحصل معاه حاجة اسمها أمراض المناعة الذاتية، يعني الجهاز المناعي بيحصل فيه اختلال بحيث إن هو بدل ما يهاجم الأجسام الغريبة يبدأ يهاجم أجسمة الجسم نفسه، أنسجة الجسم نفسه. يعني إيه؟ يبدأ يهاجم الجسم نفسه. يعني إيه؟ يبدأ يهاجم المفاصل، يحصل التهاب الروماتويد إحنا بنسمع عنه أو الروماتيزم. يبدأ يهاجم خلايا معينة من الجسم، يبدأ يهاجم مثلا خلايا الدم البيضة، يهاجم خلايا الدم الحمراء، يحصل تكسير مناعي في كرات الدم الحمراء، يهاجم الصفائح الدموية، يهاجم المخ. ودي الحقيقة بتبقى أمراض يعني علاجها يعني بيحتاج وقت طويل وبيحتاج علاج عند متخصصين. ربنا طبعا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافي كل الناس. نرجع تاني الملخص الحلقة. ملخص الحلقة أهم حاجة نقدر نخلط بيها النهاردة من الحلقة بتاعتنا، أن الحمل الأم لازم نهتم بالأم أثناء الحمل عن طريق التغذية المتوازنة، عن طريق عدم مخلطة أشخاص مرضى، عن طريق التطعيمات والتحصينات لما تكون ضرورية وموجودة. وقت أول ما الطفل يتولد لازم ياخد تطعيم الدرن وتطعيم شلل الأطفال، الرضاعة الطبيعية اللي بنأكد عليها لمدة 6 شهور كاملين ما بندخلش فيهم أي حاجة خالص، ده بيحافظ على الطفل من الأمراض سواء كانت المناعية أو الأمراض المعدية. التغذية المتوازنة للطفل في المراحل النمو المختلفة، وزي ما قلنا ان دي بتبدأ من اول 6 شهور وبتفضل مع الطفل لحد ما يوصل لمرحلة المراهقة ثم البلوغ. الاهتمام بالجلد عن طريق الغسيل والنظافة ومعالجة اي جروح او قروح بتحصل في الجلد بشكل فوري. نظافة الفم والاسنان ونظافة الانف ومخارج الجسم. ممارسة الرياضة بشكل منتظم، تجنب التوتر والقلق. قلنا ان التطعيمات ديت هي المدخل بتاعنا لحياة خالية من الامراض، وتطعيمات الحكومة بتوفرها في مراكز الصحة بشكل امن وبشكل فعال، وديت ضد امراض قلنا عليها الدرن، الشلل الاطفال، الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، الالتهاب الكبدي به، الانفلونزا الفيروسية، الانفلونزا البكتيرية، والشلل الحصبة والحصبة الالماني، والنكاف التهاب الغدة النكافية. في تطعيمات إضافية زيادة ممكن نديها للأطفال ويصح نديها لهم لو نقدر، تطعيم ضد ميكروب الإسهال اللي هو الروتا، تطعيم ضد الالتهاب الكبدي البكتيري، تطعيم ضد التهاب السحايا، التطعيم ضد التهاب الكبدي الوبائي الفيروسي ألف، وتطعيم ضد الجدير المائي. وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، وكلكم إن شاء الله بصحة وسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.